السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. معاكم احمد ورجعت لكم بلعبه مس سيرفايفل. خلونا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم ويا صباح الخير. عندنا معانا صارت لنا في الحلقه اللي راحت اللي هي السياره تعطلت وتعطلت هناك بعيد يوم كسروها علينا الزومبي، فرجعت البيت انا مشي ووقفت هنا. اوه كان في ضباب جاي الحين، يبيلي ارجع هناك ويبيلنا نصلح السيارة. طبعا يبغالها بواجي ويبغالها مكينة جديدة. احنا عندنا مكينة حالتها سيئة بس انها تمشي الحال، بتشغل السيارة، والبواجي ما عندنا صراحة، فيبغالنا ندور هناك في المنطقة. لكن قبل ما نروح نبغى نضبط الاشياء اللي هنا، نتأكد بس اذا في شيء يحتاج لتضبيط ولا شيء. ما في شيء يحتاج لتضبيط، الجلد 100% تمام. خلنا نجيب جلد توني او فريش، ما ادري يسمونه رو، ونعلق هنا عشان على بال ما نروح نجي يكون يعني استفدنا من الوقت شوي. طيب ايش كنا نبغى بعد؟ هل نحتاج اسهم؟ طبعا بناخذ معنا اسلحه لان بنروح في جوله بعيده شوي وطويله، حتى ما ادري متى بنرجع الصراحه، فبتكون رحله شوي طويله. المهم بنتجهز، بناخذ اسلحه، بناخذ اكل كذا مؤونه حق يعني يومين، ما ادري كم الزبده بنقعد هناك، بننام اكيد هناك على بال ما نلقى يعني الاغراض حقتنا. فبناخذ معنا مؤونه واسلحه وننطلق. الحين خلنا نجهز، نبغى ناخذ معنا سلاح كذا، يمكن الرشاش بدل الشاتجن عشان نعطي هدات. خلنا نخلي الرشاش معنا وناخذ رصاص حقه لان الرصاص متوفر. والله مو متوفر رصاص صراحه، ما في الا 4 طلقات، فبنرجع الرشاش. بناخذ شاتجن، في شاتجن هنا؟ ما في يا ولد، السالفه ايش الطفره ذي؟ ليش تورطنا الورطه ذي؟ لان ما نلوت واجد. عموما خلنا نرجع الرشاش ذا، نتاكد من الجيرز حقتنا. عندنا لحظه، المهم خلينا نشوف الاكوبمنت. 33 امورنا طيبه، يبغى لنا فيست، يبغى لنا سروال وجاكيت بس. لكن حاليا خلينا ننزل هذا بعد، انا اقول خلينا نمشي زي ما احنا، بس ناخذ معنا لحم اذا فيه. واحده تكفي ان شاء الله، تكفي ولا ناخذ ثنتين؟ خلينا ناخذ ثنتين احتياطا. سكين معنا، كروبار هذا عشان ما ادري الاسهم النار، ومعنا مويه. خلينا نتوكل على الله. ناخذ المكينة طبعا وننطلق. خلنا ناخذنا كم رمح كذا بعد، لان فيه اغصان اشجار هنا، حطنا هذه يمكن نصنع فيها اسهم. في اغصان زبده كويسه للرمح اللي يجيك عريضه شويه، الاغصان كبيره مو بزي هذه. هذه هارد ستيك، هذه بتفيدنا. لا هذه لا، بتفيدنا في الرمح، نسوي لنا كم رمح. وين الرمح؟ وين الرمح؟ يعتبر في الاسلحه، مفروض الاسلحه هنا. ايوه عطنا 2، ثانك يو فيري ماتش. خلينا نحط مكان هذا، ما نحتاجه صح. اوكي احنا كذا جاهزين، فخلونا ننطلق. بروح سيد الله يعين على المشي الزبده، لكن عادي اذا تعبنا نقدر نعطيها غفوه كذا، نوم ولا شيء ابو ساعه ونكمل. فهذه رحله من جد، رحله واقعيه فيها جوع وعطش. وعطنا ستكس اذا ما احتجناها نقطها هناك عادي. فيها جوع وعطش الزبده وتعب ونوم، والله يعين. في منطقه كبيره هناك بنلوتها وان شاء الله نلقى فيها بواجي واغراض السيارات، وبرضه نلوت للبيت حقنا، مع اني افضل اني الوت بس حق البواجي. اذا لقينا عندنا مكان بناخذ، مو مشكله، اشياء مهمه، سلاح جديد، اشياء قطع كذا مهمه. الحمد لله على السلامه، وصلنا عند السياره. خلينا نشوف ايش اللي متعطل فيها. بطاريه تمام، يبغى لها ماكينه، فخلنا نركب الماكينه عشان تخفف لنا المكان شوي. اوف عطشان انا. تمام الساعة 11 يا ابوي، تونا صاحين. باقي الحين بوجي بس، نركب له بواجي. طيب ناكل ولا نشرب ولا ايش نسوي؟ خلنا ناكل واشرب انتل انف كذا، رفعنا الجوع والعطش وصار عندنا مكان، وفرنا مكان عشان اللحم. طيب خلنا نتاكد من الاسهم حقتنا. وين هي اكوبمنت؟ كليك يمين، عندنا 6 نار. طيب عطنا اضيف هنا شوي، اضيف هنا بعد. عندنا 15 سهم وثلاث ارماح، وما عندنا رصاص شاتجن صح، بس في الظهر 4 طلقات، ومعنا هنا 6 اسهم ناريه. خلينا نتاكد من الشاتجن، نقول له ريلود ولا جاهز؟ لا اوكي تمام. طيب سيارتنا نقدر نحط فيها الاشياء، نقدر نلوت ونجيب اللوت هنا اذا بغينا صح، فكره. طيب بسم الله، خلينا نسيف بس وننطلق. خلينا نبدا من السيارات هذه. البواجي هذه يا شباب اللي هي معروفة اسمها السبارك، ما ادري ايش اللي تطلع شرار الزبدة، احنا في السعودية نسميها بواجي. يبغالي، هي عادة تجي هنا في السيارات زي هذه معطلة، فيبغالي واحد على الأقل. نشوف ما في شيء هنا.
السيارات هذه يبدو لي انها خالية فيها بنزين، بس ما نحتاج بنزين احنا حاليا. هل اقدر ادخل في الباص؟ لا ما في شيء، الله يستر. هذا السور عادة يكون داخل فيه عصابة اذا شفت السور هذا، فانا بحاول اني ما اتواجه مع عصابات لانهم بيفقعون وجهي بيطفروننا، فخلني اروح سيد عند البيوت هذه. اح هذا بعد عصابة هنا، الله يستر الله يستر. لا يكون عندهم سنايبرات الحين قلة حياة، ما اشوف شيء حاليا. عطني البو اذا ما خاب ظني، كان في عصابة هنا ولا او انها ورا هناك، تعديتها انا واحدة من الثنتين. عموما هذا بيت نقدر نفتشه ان شاء الله نلقى فيه لوت حلو. بسم الله. Anybody؟ ما اسمع صوت زومبي، ما ادري اطفي هذه خليكم كذا. لا يا اخي لازم نور، ما ادري ايش فيها اللعبة ظلمت، والمشكلة ما تقدر ترفع برايتنس ولا شيء. انا ليش قاعد القط اخشاب؟ هذه اقدر اصنعها من اي شجرة اكسرها، ما عاد بالوت اللوت الغبي ذا. باخذ اشياء مهمة ما هي عندي. هذا باب ينفتح بالكروبار، افتح شنب. هلا والله، ان شاء الله فيه بواجي او بطاريات او شيء مفيد هنا. ما فيه رايفل امو وريفولفر. طيب وكولا برضو، كولا ما في عندكم يا شباب؟ ما يصير والله، والله ما عندهم هنا بواجي. طيب مو مشكلة، خلنا نفتش البيت من الجهات الاخرى. المطبخ دائما يجيك فيه اكل ان شاء الله يعني، بس حاليا شكلهم طفرانين ذول. ايش السالفة؟ في حد جاء هنا لوت يا شباب؟ غرفة نوم فيها بعض الادراج بس ما تتلوت. هذا فاقع النور صح؟ هلا والله رصاص، ان شاء الله انكم تشوفون كذا. ها هو طبعا المكان مظلم لان احنا الظهر، مع ان الساعة 12 الظهر كيف مظلم؟ ما ادري انا في شيء خربته في الاعدادات ولا ايش السالفة، ولا عشاني داخل البيوت ظلام ممكن. انا اكمل، معلش اذا ازعجكم النور هذا علموني بالله، عشان الحلقة الجاية ان شاء الله احاول اعدله، يعني احاول اشوف لي حل، لان ما من ناحيتي كل شيء حاولت اعدل ما في شيء. كنا قد جينا هنا، الغرفة هذه اتذكرها ولا؟ البيت هذا ما في شيء، خلنا نطلع نروح سيدة شوي. هذه وش يمكينه؟ لا طيب خلنا نروح هناك البيوت هذيك. هذه سيارة فيها بين كيلرز، هنا ما في شيء كمان مان. والله اما البلدة هذه خرا شو هذا؟ سلامات، متفلت يا ورع، طلعني فوق السيارة دي. والله هذا البيت. هلاو ايوه ابلع الشت. لحظة 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 لحظة، هذا ايش فيه ما يعبي؟ جت فيه ذيك طيب ولا لا؟ راح والله يبغى لهم هداد دول. كم واحد داخل يا شباب؟ لا يا الشطفة لا. نايس ابلع بس. الله العظيم ما زلت اسمع اصوات. وح والله شكل في زحمة هنا. السلام عليكم. ابلع بس. اوش شطفة 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 شطفة. لحظة اي اي انقلع صوتك الكريه، انقلع. عم خلص ذا السلامات. هلو السلام عليكم يا شباب. اوه شت الشطفة، ليش الشطفة ذي الخايسة؟ لازم اعرف الايم انا. دقيقة دقيقة شباب. اوه يا ورع، ليه ما يموت ذا؟ ابلع بس. ايوه تعال هنا سبق له. نايس والله جامد البو. ايش عندك انت؟ تيب. طيب الاسهم حقتي وينها؟ يا اخي اذا مت خلك على ظهرك، لا تنسى على وجهك عشان اشوف الاسهم انا. كريه والله مشكلة الصراحة. عندك سهم انت؟ ايوه نايس. اوكي هذول نايمين، هذا بتجي فيه. بسم الله نايس. خلنا نتفاهم مع ذا اللي قريب. ابلع وات ذا. اوه وين هذا؟ انت قاعد تطلع صوت ولا ايش سالفتك؟ هات هات مضاد حيوي. هل اقدر اصفق في راسي ذاك؟ اح لحظه لحظه ابلع بس. ديم البو والله، تبغى تلعب اللعبه ذي لازم بو. خرقه ما ابغى. سهم وين الثاني يا كلب؟ اكلته ولا ايش؟ اوه هذا عنده جن بودر. عبيت الشنطه حقتي شباب ما يصير. لحظه لحظه عاد عندي مش السالفه. حط ار اوكي خلنا نشوف دام خذنا ثلاثه هنا. لحظه لحظه اي
شمس يا غبي يطلع ادخل قصدي هات تطلع مره ثانيه بعد شيء بس عشان لا يضربنا نركب الاسهم نقول اد اروز ما في الا ثلاثه من اصل ما ادري كم اوكي الحين وينها هذه وين هذا هلاو ظهر في الغرفه دي اللي هنا طيب شوف دام بنقر كم الهلف اوشت ابلع اوف الايم الجامد شيء مريح قسم بالله ساتيسفاينج على قولتهم ما عاد في احد توقع لاني ما عاد اسمع صوت اوكي تلويت تايم البيت هذا دام فيه زومبي كني اتذكره والله دام فيه زحمه زومبي معناته انه المفروض انه اوكي هلا والله كولا عشان اذا عطشنا ولا شيء حتى الدراج دي ما فيها شيء بسكويته نايس شوف الغشامه حقتي الاسهم كلها هنا معلقه وانا ارمي هناك من ذاك الباب طيب ايش بعد عندكم هنا في سرداب تحت فبننزل بعد شوي خلينا نجمع تاكد هلا والله ملح ومسامير وهذه باقي عندي مكان واحد لازم انتبه للاوضاع حاليا خلينا ننزل تحت ما نزلنا فتشت هنا نعم فتشت بس باقي تحت خلينا ناخذ الشاتجن احتياطا ماني ما عاد اسمع اصوات anybody هلو ما في احد والله بس مكان جامد هنا ما اشوف اي شيء ما في الا هذه في شيء ثاني نو هذه الغرفه معقوله كلها فاضيه كمان ما نعطونا يا اخي يعني رصاص على الاقل ادخل الغرفه ذي الا والله اني اتذكر هذه ما في شيء يا عيال في صندوق هنا هلا والله فيست ومضاد وهذا الاكل حط الاكل ذا مكان لحظه وين اللي يروي ويسد الجوع عطنا اياه عشان اثنين بواحد وناخذ مكان ثانك يو فيري ماتش عطنا ذا ما اتوقع في شيء ثاني الا اذا بقى غرفه هنا الظاهر اتوقع خلصنا ما في شيء هنا هذا الدرج خلنا نطلع للاسف ما لقينا البواجي اللي نبغاها الى الان خلنا نسيف عشان لا ننجلد ولا شيء هل اروح يمين كل السيارات اللي زي هذه ما فيها شيء ترى هو في بيت هنا بس خلني انزل تحت شوي اتاكد من الوضع كانه في طريق هنا تسلق تبوني اتسلق فوق يا شباب حاطين لي مفاجاه ولا ايش اذا بتطلعوني على الفاضي مالكم داعي ترى والله ما في شيء خلنا نطلع هذه ما طلعت حقت المويه اتذكر اذا طلعت فوق تلقى درع او شيء بس هذه بالضبط ممكن هي ممكن هي اللي اتذكرها اي والله لحظه عطنا بالله الجيرز اكوبمنت قصدي لبسني الدرع ذا فيست ارمر الحمايه حقته فيري سترونج والله صح وذا كمل اوكي 52% نايس طيب شيء ثاني نو اوكي خلنا ننزل هذول عصابه سلامات سلامات مو انا جاي البيت ذا فتشته قبل شوي اذا ما خاب ظني ما في شيء ولا انحش يا ابوي هذا البيت اللي كان فيه الزومبي والزحمه خلنا نروح ذا اللي قدام الساحه دي فتشناها ما فيها اي شيء كان ودنا بسيارات اللي فيها البواجي هذه ما اقدر اشيكها ما فيها شيء بس تكسرها وتاخذ سكراب لا يكون في احد هنا بعد كريه السور ذا يا اخي كانوا مكثرين منه زومبي راح يقلع شكلهم يخرشونك يطلعون كذا والله في اشياء هنا واجد بعد طيب عطنا رقم اربعة ولا كم هي اثنين anybody بابي ابلع بس وين خويك يلا ديم الايم لا راقز ما نبي في حد ثاني من ذا اللي انسحب انا هنا والله الملح بكثرة صار عندنا سبع الحين كويس عشان نملح بعدين اوه هلا والله افتح زيت وهنا زيوت زيوت ما في شيء عندكم منها يا اخي شكلي البيت هذا هولو والله رصاص شاتجن رصاص شاتجن نبيه الصراحه بس شوف الزحمه اللي عندي يا رجل شو اسوي انا الحين اوكي شوفوا انا بقول لكم البيت هذا نرجع له خلنا نخلي مهمتنا ان ندور بوجي للسياره حتى الجهه هذه ما راح اروح لها هناك في سياره حمراء تشوفونها بس اني ما اقدر اصلحها احس الجهه هذيك البيت هذاك الظاهر اني ما دخلته انا جيت من هنا والعصابه هنا موجودين فما دخلت البيت هذا خلنا نروح له هذا البيت اللي ما فتشته في سياره هنا يا رب هلا والله سكراب وكولا عطني السكراب اتوقع اقدر اخذه كومبوننت نقدر باقي حبه هنا عطني الكولا ده خلني اشربه دام بيخرب لا لحظه خلني نحاش هنا داخل شوي
شال العصابة اللي وراء. اوه دي خرابة ما فيها شيء. الدنيا مكسرة هنا. اوه سكين، يلا استبدلها بحقتي دي. من حقتي خايسة. نجلس هنا نشرب الكولا، نرجع نشوف السيارة ايش فيها. قلنا كولا وسكراب، سكراب مع النبي. هنشوف هنا. هلا والله، هذا الكلام، هذا هو البوجي. يبغاله 3 دقائق بس انا خايف، يمكن العصابة ترى يرشوني، يمكن يشوفوني. خلني اجلس ان شاء الله ما يشوفوني. طف النور كذا، ان شاء الله ما يشوفوني. بسم الله. 3 دقائق ان شاء الله تعدي بسلام. الحمد لله. سيف يا شنب، تمت المهمة بنجاح. ما ادري اذا في اشياء ثانية هنا ولا الكشاف. اقدر اطلع فوق ولا لا؟ ما ادري. انا همشي عندي اني اصلح السيارة. خلنا نروح عند سيارتنا. طبعا هنا في محطة وعالم ثاني بعد، وهناك العصابة اللي معهم سنايبرات، وهناك سيدة برضو الكهف. خلنا نرجع، حين نبغى نبتعد عن العصابة الملعين دول. هذه سيارتنا الحمد لله على السلامة. وين البوجي؟ ركب بروسيد. فيري نايس. شغل شنب. وين لايت النحشة؟ السلام عليكم سيارتي العزيزة، والله اشتقنا لك. معليش. واخيرا يا رجل نجحت المهمة، والحمد لله على السلامة. طف كل شيء. هل فيه اغراض هنا؟ لا. خلنا ننزل الاغراض اللي معنا ونكمل. ودي اشوف ايش هذا اللي ينبني في 60 دقيقة وما يطلب مني اشياء لكنه يحتاج كهرب. طيب الكهرب عشان الله، هذا يبغى لنا 6 من الجيرز عشان نصنع الماطور حق الكهرب. واجد والله. طيب هذا خلنا نشوف، ما يحتاج اي ريسورسز. خلنا نحطه داخل البيت، اذا تحسه كذا راديو واستكشاف. شوف له غرفه هنا ولا شيء. خلنا نحطه هنا نبني على طول كذا. ما تبون اي شيء؟ كم اخذ وقت؟ ساعه. ما قفلت الباب انا يا شيخ. دون والله. قفل الباب. شوف شو وضع ذا، شو يقول؟ شو يبغوني اسوي؟ ما في شيء والله، ما في اي شيء. ولا اقدر اجلس ولا شيء، بس اقدر انقله صح؟ حتى ما ينقل. ايش هذا؟ ديكور يعني؟ ممكن بعدين يعدلون عليه هذا. احنا نبغى المنشار هذا اللي هو بيصير يقطع لنا الخشب بشكل سريع. خلنا نحطه هنا في الزاوية ذي. يبغى له 2 من الجيرز وكل الاشياء الثانية عندنا. فعشان نصنع جيرز يبغى لنا سكراب. احنا جبنا كمية معنا. حطنا من هنا. حطنا هذول. كم يبغى له سكراب؟ جيرز؟ 2. ان شاء الله اللي معنا بتصنع لنا جيرز. خلنا نتأكد. الجيرز يبغى 4 من اللو كواليتي ميتل. فعشان تصنع لو كواليتي اوه عنده وش ذا؟ اي صح، هذه من الحلقة اللي راحت، اللي هو الايرون الصافي، الحديد الصافي اللي جبناه من الكهف. طيب هذول يعطون 4 ولا ايش السالفة؟ يب، هنا 4 وهنا 4. ملت يا شنب. خلنا نرجع هذه هناك. برضه نبغى نسوي ابجريد للورك بنش عشان تفتح لنا الاشياء. تشين هذه ما ادري ايش فائدتها للحين، بس عشان يفتح لنا الاسلحة، عشان نصنع ريفولفر، نصنع هانتنج رايفل، عشان نفقع وجيه العصابة ذولاك الملاقيف، عشان نجيب سكوت بعدين ان شاء الله. فلازم نسوي له ابجريد. طبعا اذا تبغى تسوي ابجريد يبغى له 4 من الجيرز وعلبة هذه العدة مدري ايش عندنا واحدة. خلنا نصهر برضو حديد زيادة او سكراب. عطني ذولا كلهم اتوقع نحتاجهم. خلنا ناخذ معنا الفأسين هذول، لاني اتوقع ان نحتاج ان نكسر بعض السيارات عشان السكراب. نقدر نصنع 6 من الجيرز، لكن احنا نبي، لا نقدر نصنع 5 بس احنا نبي 6. خلنا نروح اقرب شارع يا خوي. هذه ما ادري اذا تكسر ولا لا. نايس. وهذه اخر ضربة، ان شاء الله اللي اخذناه يكفي. عطني ذولا بعد. شوف 8 8 8 6 8 8 8 2، وبطاريتين بعد لقيناها. فا اوكي شوف انه تكفي ان شاء الله. هنرجع البيت. كم يبي له ذا؟ اوه مطول ولا؟ لا خلصت هذه. نايس. طيب اصهر اصهر يا شنب. يبي له ساعة هنا وهنا ساعة. لا هنا 45 دقيقة وهنا ساعة وهنا 3 دقائق. خلنا نعطيها نومة حق ساعة عشان يخلصون كلهم. اوه غربت الشمس يا رجل. خلصت يا شباب، يعطيكم العافية. هات هات. خلنا نشوف كم نقدر نصنع. نبغى 4 عشان رقي هذيك، 2 للمنشار، يعني نبغى 6. 4 ساعات ونص. لا مخاطرة مخاطرة، مع اني لو اقفل على نفسي بسور ولا شيء اخاف يكسرونها اصلا. خلنا نروح انام والصباح ربح. يا صباح الخير. في مشاكل شيء؟ ما فيه؟ الامور طيبة؟ اوكي نجي هنا نقول له اصنع 6.
اتوقع الضباب جاء لان الساعه صارت واحدة. اوه الان جاني جفاف من العطش يا رجال. اشرب شوي. دون عندنا الدا 6 نايس اللي هي الجيرز. خلينا نروح نصنع المنشار. لحظه في قطعه نبغاها ضروريه بس ما ادري انا حاطه وين. هنا يمكن هي هذه نبغى واحده. ايش يقول لك؟ كرافتنج ماتيريال ميليتري. اها ميليتري كومبوننت اشياء تبع الجيش الزبده. عطنا بالله هذا لانه بدنا نحتاجه بعد شوي. نرجع عند منشارنا. ايش يبغى؟ الواح وكمبونت. الالواح اتوقع يبغى لنا خشاب من برا. او شت جاء الضباب وانا اصنع هنا خشاب. قفل الباب عشان نخلص بسرعه. كم صار معنا؟ لحظه كم تبي انت؟ خلنا نبني هذه شوي نشوف. طقني الجوع انا نسينا الشرائح. لازم نجيب شرائح عشان. لحظه لا يكون يشتغل الكهرباء ذا اتوقع. لا بس عطني هذه بالله عشان اعرف اركز لاني جوعان. خلنا نسوي ابجريد هنا عشان الاغراض هذه اللي معنا تختفي تروح الزحمه. اوه ساعة بعد تبي انت؟ يلا بروسيد يا شباب. وخلصنا الترقية حقت الورك. اوه بعد فيه ليفل ولا خلاص؟ ليفل ماكس ها؟ اتوقع انه خلاص. ليه ما يفتح ذا؟ لحظة. فتح. وش ذا التشين؟ هاي كواليتي ميتال سكراب يبغى. عشان تصنع التشين اللي هي سلسلة او حاجة. من وين اللي انا هاي كواليتي؟ طيب خلنا نشوف الاسلحة. هلا والله بالمسدس. لازم تاخذ البروكن بيستل الاول. عشان تصنع القطع حقته. وهنا لازم تاخذ البروكر ريفولفر وتصلحه بالكومبوننت وما ادري ايش. احنا عندنا الام 4 اللي هو البروكن ام 4. ما نبغى بروكن، نبغى هذا السنايبر. لازم بروكن هانتنج رايفل عشان اصلحه واصنعه. معناته يبغى لنا نلوت عشان نطلع السلاح. في شيء ثاني؟ اتوقع كل شيء كذا فتحناه في الورك بنش. تمام. خلينا نجيب شريحتين عشان نكمل هذا. الدنيا ظلام غربت الشمس. ما مدانا يا ابوي تونا صبحنا. وركبنا اخر قطعه. دون هذا المنشار حقنا يا عيال. قول له انتراكت. تبغى تقطع خشاب مثلا ياخذ لك 10 دقائق بس يصنع لك 6. والله 42 خشبه في ساعه وانا قبل شيء قعدت ساعه عشان اقطع 4 بس من الالواح الخشبيه ذي. فمره ممتاز صراحه. خلينا نحط هذول هنا. اوكي شوف ان سوينا اشياء كثيره اليوم على المشاوير. طبعا انا تسحبت واجد انتم ما ادري عنكم. نروح نريح. كان يوم طويل وشاق الصراحه. خلونا نوقف هنا يا شباب. اتمنى عجبكم الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.